حاجتين هنتكلم عنهم النهارده. Two things that we're talking about today is the World Humanitarian Summit which we finished last week and Ramadan. هو مؤتمر القمة الإنساني اللي أنتم كنتوا جزء منه واستقبال رمضان. مؤتمر القمة الإنسانية ده أول مؤتمر يتعمل في تاريخ الأمم المتحدة, First Summit on Humanitarian Response للعمل الإنساني في تاريخ الأمم المتحدة. الحمد لله بدأ مؤسسات كثيرة تحضره, ومنها الإغاثة الإسلامية كان لها مشاركات عديدة في جلسات مختلفة. Islamic Relief was participating in different side events and high level events and making commitment and statement in this which is very good. ولابد أن نعترف بالدور اللي أنتم بتقوموا به. تك انترناشونال ان انتم بتوجهوا الاغاثه الاسلاميه علشان تقوم بالدور اللي تحمي بيها ايه العمل الانساني في العالم. And you are directing Islamic Relief to protect the humanitarian sector globally. لذلك اليوم احنا بنشكركم شركه تك, الشغل بتاعكم والتعب بتاعكم والربح اللي بتعملوه عشان تساعدوا عمل الإغاثة الإسلامية. وثانك يو توداي فور ذا اماونت اوف ورك يو دو, ها ذا فاليو اوف ذا ورك يو ار دوينج اند ذا فاينانشال كونتريبيوشن تو ووردز ذا بروجكتس اوف اسلامك ليف. من هاو ماني تانز اوف سكند هاند كلوز يو دوينج افري داي, لا اعرف كم عدد الاطنان اللي بتعملوها كل يوم من فرد الملابس. 15 طن كل يوم, يعني في الاسبوع 60 70 طن. 67 طن You sort out 60 to 70 tons every of clothes, second-hand clothes every week. Thank you. شكرا. Thank you. Welcome, Amo. Welcome. شكرا. المشكلة اسمعها منك فقط هذه. أنا لك تشكر احنا بس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يا خلاص بقى يا حسنين. خمس خميسات في عين الحسود. ارمي المية في عين الحسود. نجيبها بالانجليزي بقى. Throw the water in the eyes of the people who envy you. المساكين. لا 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 لا. طيب رمضان is coming. رمضان جاي. رمضان هو الشهر الوحيد اللي أعطى لأمة واحدة دون الأمم. Was the month that only be given to one ummah, not to any other ummah. It's your ummah. The ummah of Islam and ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نكون أشد الناس فرحا بقدومه. That's why we have to be joyful and the most people that can celebrate its arrival. فكيف نستعد لرمضان؟ How to prepare ourselves for Ramadan. ولا بد أن نكون أكثر الناس حزنا على مفارقة رمضان لنا. We have to be the saddest when Ramadan ends in 30 days. But before Ramadan, during Ramadan, and after Ramadan, what we do. قبل رمضان, أثناء رمضان, وبعد رمضان ماذا نفعل. أيام تأتي لنا ويدخل رمضان. In few days time, Ramadan will come. That's right? What did you plan? ماذا أعددت لرمضان في بيت في أهل بيتك, في نفسك, في وقتك, في رزقك, في كل شيء. What did you prepare? How did you prepare yourself for Ramadan? With your family, in your time, your effort, your money, your رزق. Because لو الإنسان فينا عايز يتجوز بيحضر المهر والشبكة والشقة والعفش والهدايا وبعدين ليلة الدخلة يخش على العروس. If you would like to get married, you prepare everything. The dowry, the gold, the flat, the furniture, and you to get somebody to get married to her. Ramadan is more important because it's a life saving. Ramadan أهم لأن هو بينقذ الإنسان وبيمحي الذنوب وبيرفع القدر ويرفع الدرجات, ومن فاز به أصبح ممن يعتقون من نار جهنم والعياذ بالله. رمضان is more important.
Because Allah forgives you your sins, our sins. Then Allah raises you. Then Allah grants you heaven if He accepts everything that you have been doing. The value of Ramadan is immeasurable. The value of fasting is immeasurable. يعني قيمة قيمة وقدر الصيام لا يستطيع أن يقيسها أحد على الإطلاق. الوحيد الذي يعرف قيمة الصيام, the only one who knows the value of your fasting is Allah سبحانه وتعالى. Don't miss opportunity. Never. لا تفوتوا على أنفسكم الفرصة فيضيع منا رمضان في مسابقة أوروبا لكرة القدم, صح؟ European Championship. في التمثيليات المزة والوزة والهزة والبزة. in the drama, on especially on the Arab drama. بالنسبة للبنغال شو باكستاني بانغرا 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 هانغرا هانغرا. Okay. No, it is the time. الوقت الوحيد اللي ربنا يقول لك خد عندك 30 يوم او 29 يوم forgiveness. It's the only time in the year that Allah give us 29 or 30 days of forgiveness. وكل ما نخش على المسلسلات دي والماتشات وننسى ربنا سبحانه وتعالى نتذكر ان احنا بنضيع فرصه قد لا تاتي بعد. Whenever we remember this kind of drama, music and football championship league, we remember that Allah, for every second in Ramadan, He wants to forgive us. يعني ربنا عايز يغفر لك انت مش راضي, ربنا عايز يقرب لك انت بتبعد, ربنا عايز يعطيك انا بديله ظهري. Allah would like to forgive us and we have no time for Allah. Allah would like to come closer to us and we go. I'm busy. I'm going somewhere else. What is this? يعني الله ينادي على عبيده كل يوم وينزل إلى السماء الدنيا وقت السحر. هل من مستغفر؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ Allah comes every night at the last part or the third part of the night before Fajr, asking each and every one of us. Anyone can call upon me. Anyone can ask for me? Anyone for rizq? No, Allah, don't need it. Ramadan here is a solid 30 days for building our moral system, building our character, sorting our problem, reconciling with our neighbors and brothers and sisters, helping the needy and everything. 30 يوم عشان نبني شخصيتنا علشان نرفع قيمنا ونحسن أخلاقنا ونتصالح مع أنفسنا ونتصالح مع الله ونتصالح مع جيراننا ونتصالح مع أقاربنا ومع أبنائنا ومع كل الناس. فرصة occasion, يعني it's an occasion. Buy one get one free, but in Ramadan buy one get unlimited endless reward for free. Not buy one, get one free. No. Buy one, get unlimited reward free. اعمل الشيء ستؤجر عليه بلا حدود. ولن ترى هذه الحدود إلا حينما نرى الله سبحانه وتعالى. خلاص يا رجالة؟ نعم. خلاص يا رجالة؟ نقول كده نعاهد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. نعاهد الله سبحانه وتعالى على أننا لا نضيع شهر رمضان, وأن نجعل من رمضان ذخرا لنا في الدنيا وفي الآخرة, وأن نجعل عملنا في رمضان وقيامنا في رمضان وصيامنا في رمضان وسجودنا في رمضان وقراءة القرآن في رمضان وبكاءنا في رمضان ودعاءنا في رمضان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى, خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى, خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى, وأن نتصالح فيه مع الله, وأن نتصالح فيه مع الله, وأن نتصالح فيه مع أنفسنا.
وأن نقرب من الله قدرما يريد الله أن يقرب منا. اللهم آمين. وأن لا ننسى الفقراء في اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي السودان وفي العراق وفي أفغانستان. قولوا آمين. وفي أفغانستان وفي كل مكان في العالم مسلمين وغير مسلمين. وأن نرفع عنهم البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين. 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 جزاكم الله خير.